السيد الرئيس، شكرا على عقد هذا الاجتماع الوزاري في المجلس. نشكر السيد فينسلاند والسيدة هيستينغز على إحاطتيهما القيمتين. السيد الأمين العام، نحن ممتنون لك لقيادتك في هذه الظروف العصيبة جدا، لا سيما لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. والشكر موصول لأسرة الأمم المتحدة كاملة. هذه الشجاعة، هذا التفاني، كل هؤلاء الذين يواصلون الخدمة في ظروف لا يتخيلها العقل، نعرب لكم عن تضامننا وشكرنا. أنا هنا اليوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن أن الأمم المتحدة وهذا المجلس بالتحديد يؤديان دورا أساسيا في حل هذه الأزمة. وبالفعل قدمنا قرارا يتضمن الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها. هذا القرار يستند إلى عناصر كثيرة نهلناها من نص البرازيل في الأسبوع الماضي، ويتضمن هذا النص ردود أفعال الدول الأعضاء في الأيام الأخيرة، ولكنه يستند أيضا إلى الآراء التي سمعتها بنفسي من شركاء المنطقة بعد الهجوم المروع لحماس في 7 أكتوبر. هذه الآراء تشطرها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا، كلنا يعترف بالحق لا بل بضرورة الدول دفاع الدول عن ذاتها في مواجهة الإرهاب، ولذلك فإن علينا أن نندد بالهجوم الإرهابي الهمجي لحماس بما لا يدع مجالا للشك. أجساد رضع مرشوقة بالرصاص، قتل أبرياء بفرحة غامرة، فصل الأجساد عن الرؤوس، إحراق أسر كاملة وهي تعانق بعضها البعض، إعدام آباء أمام أطفالهم، أطفال يعدمون أمام آبائهم، واحتجاز عدد هائل رهائن في غزة. وجب علينا أن نتساءل، لا بل إن علينا أن نسأل، أين الاستنكار؟ أين الشجب؟ أين التقزز؟ أين النبذ؟ أين التنديد الصريح لكل هذه الفظائع؟ علينا أن ننصر حق أي دولة في أن تدافع عن نفسها وأن تحول دون تكرار أفعال كهذه. لا يمكن لأي عضو في هذا المجلس، لا يمكن لأي أمة في هذا العالم أن تتقبل أو أن تقبل تقتيل شعبها. وكما أكد هذا المجلس والجمعية العامة مرات عديدة، كل أفعال الإرهاب غير قانونية ولا مبرر لها، سواء استهدفت أناسا في نيروبي أو في بالي أو الأقصر أو إسطنبول أو مومباي أو نيويورك أو كيبوتس بيري، هي غير قانونية ولا مبرر لها، سواء قامت بها داعش والشباب أو بوكو حرام أو لشكر طيبة أو حماس. هذه الأفعال غير قانونية ولا مبرر لها، سواء استهدف الضحايا بسبب إيمانهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو أي سبب آخر. ويتولى هذا المجلس مسؤولية فضح والتنديد بالدول التي تمول وتدرب حماس أو أي مجموعة إرهابية أخرى ترتكب أفعالا مشينة كتلك التي شهدناها. علينا ألا ننسى أنه من جملة 1400 قتيل على يد حماس هناك مواطنون من 13 دولة في الأمم المتحدة، منهم مواطنون من أعضاء هذا المجلس، منهم 33 مواطنا أمريكيا. لدى كل منا مصلحة، لدى كل منا هنا مسؤولية في دحر الإرهاب. ثانيا، كلنا يتفق على الحاجة الحيوية المتمثلة في حماية المدنيين، وقالها الرئيس بايدن بوضوح في مطلع هذه الأزمة، إن لإسرائيل الحق لا بل واجب الدفاع عن ذاتها، وكيفية تصرفها له ثقله. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، والمدنيون الفلسطينيون لا تلقى عليهم اللائمة لما فعلتهم حماس. لابد من حماية المدنيين. هذا يعني أن على حماس أن تكف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، ليس هناك ما هو أقسى من ذلك. على الإسرائيليين أن يتحوطوا للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين. هذا يعني وصول الأغذية والأدوية والمياه
التي يجب أن تصل إلى غزة وللمحتاجين هناك. يفترض بالمدنيين أن يتمكنوا من الابتعاد عن الخطر. هذا يعني أنه يتعين أن نرتئي هدنا لتحقيق هذه الغاية، ونحن نعمل بلا كلل لتحقيق هذه الأهداف. نواصل التنسيق مع مصر ومع إسرائيل ومع الشركاء في المنطقة ومع الأمم المتحدة لإنشاء آليات تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية باستدامة إلى غزة، من دون أن يفيد ذلك لا حماس ولا أي مجموعة إرهابية أخرى. ولقد عين السيد بايدن السيد ديفيد ساترفيلد، وهي أكبر دبلوماسية عندنا، أن تقود هذه الأعمال. لقد وفرنا 100 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة وللضفة الغربية. هذا يعني أنه على مدى العامين المنصرمين فإن ما قدمناه للفلسطينيين يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. هذا يعني أننا أكبر مانح، وندعو باقي الدول لا سيما تلك التي تستطيع أن تمنح أموالا أن تبذل قصارى جهدها للتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة. وفي صميم محاولتنا لإنقاذ الأرواح في هذا النزاع وفي أي نزاع، هو إيماننا الراسخ بتساوي قيمة الأرواح البشرية. ليس هناك من تراتبية عندما يحين أوان حماية المدنيين. المدني مدني بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو عمره أو نوع جنسه أو إيمانه. ولذلك فإننا نتحسر ونتأسف على مقتل أي مدني فلسطينيا أو إسرائيليا، امرأة، رجل، طفل، يهودي، مسلم، مسيحي، لا سيما موظفو الأمم المتحدة 35. لا بد علينا أن نعمل لحماية كل المدنيين في هذا النزاع لمنع المزيد من الوفيات حيثما حصلت. إن تقديرنا للحياة البشرية هو ما يقود جهودنا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في أيدي حماس والمجموعات الإرهابية الأخرى في غزة. لقد تمكنت من لقاء أسري الرهائن هنا وعند زيارتي لإسرائيل. الكثيرون من أعضاء أسر الرهائن متواجدون في هذه القاعة. لا يمكن لأي منا أن يتخيل ما تعيشه هذه الأسر. لا بد من إطلاق سراح ذويهم فورا وبلا شروط، وعلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس أن يلح على ذلك، أن يلح على ذلك. نحن ممتنون لمصر وللهيئة الدولية للصليب والهلال الأحمر لحث حماس على إطلاق سراح رهينتين، لكن نريد المزيد، لأن الكثيرين منهم ومنهم مواطنون ما زالوا محتجزين. أناشد كل الحضور، استخدموا نفوذكم، أسمعوا أصواتكم لضمان تسريح هؤلاء الفوري. ثالثا، كلنا عازم على الحيلولة دون انتشار هذا النزاع، وهذا ينبع من مسؤولية هذا المجلس الأولى المتمثلة في صون الأمن والسلام الدوليين. ذلك أن نزاعا متسع الرقعة ستكون آثاره وخيمة لا على الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، وإنما على شعوب المنطقة برمتها لا بل العالم. ومن ثم فإننا ندعو جميع الدول الأعضاء أن توجه رسالة حازمة موحدة لأي طرف، دولة أو غير حكومة، ينتوي فتح جبهة جديدة أو يستهدف حلفاء إسرائيل كالولايات المتحدة الأمريكية. لا تصبوا الزيت على النار. أعضاء هذا المجلس والأعضاء الدائمون بشكل خاص يتحملون مسؤولية خاصة لمنع انتشار هذا النزاع. أتطلع للعمل مع نظيري من جمهورية الصين الشعبية عندما سيزور واشنطن عن قريب. أما الآن، لا يخفى على أحد في هذه القاعة في هذا المجلس
أن إيران دعمت حماس وحزب الله والحوثيين ومجموعات أخرى منذ سنوات، مجموعات تواصل ارتكاب هجمات على إسرائيل. إن القادة الإيرانيين يهددون بشكل روتيني بمحو إسرائيل من الخارطة. وفي الأسابيع الأخيرة فإن عملاء إيران قد استهدفوا عاملين أمريكيين في العراق وفي سوريا، مهمتهم منع داعش من أن تأتي على الأخضر واليابس. إذن دعوني أقول أمام هذا المجلس، دعوني أكرر ما قلناه بلا توقف للشخصية الرسمية الإيرانية من خلال قنوات أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مواجهة مع إيران، لا نريد لهذه الحرب أن تتسع. ولكن لو أن إيران ووسطائها استهدفوا الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان، تأكدوا أننا سندافع عن مواطنينا وعن أمننا بشكل سريع وحاسم. أقول لأعضاء هذا المجلس، لو أنكم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية تريدون منع انتشار هذا النزاع، قولوا لطهران، قولوا لوسطائها علنا وسريا من خلال كل السبل، لا تفتحوا جبهة جديدة ضد إسرائيل في هذا النزاع، لا تستهدفوا شركاء إسرائيل، وندعوكم لأن تمضوا تخطو خطوة إلى الأمام. لو أن إيران أو وسطائها خاضوا في هذا النزاع وهددوا المزيد من المدنيين، فإنكم ستحاسبون. ذلك أن أمن المنطقة برمتها والعالم على المحك، تصرفوا تباعا. رابعا، حتى وإن عالجنا هذه الأزمة الآن، كلنا متفق للقول إن علينا أن نضاعف من جهودنا الجماعية لإعداد حل سياسي طويل الأمد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لتحقيق سلام مستدام، لأن هذا هو السبيل الأوحد لكسر دوامة العنف، وهذا يتمثل في حل دولتين وشعبين، وهذا ما أكده الرئيس بايدن منذ اليوم الأول. يحق للفلسطينيين أن يتمتعوا بنفس القدر من الفرص والكرامة والسلام والأمن، يحق للفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم وأن يكون لهم وضعهم الخاص. طبعا لا تساورنا أي أوهام بشأن صعوبة تحقيق حل الدولتين، ولكن كما قال الرئيس بايدن، لا نستطيع أن نتخلى عن السلام وأن نتخاذل، لأن في أحلك الحالات كما هو الحال الآن، أن علينا أن نقاتل بشراسة وبضراوة لكي نبين أننا نسعى لتحسين حيوات الناس بشكل ملموس. هذا ممكن، لا بل إن هذا ضروري. سمعنا دولا كثيرة تعرب عن تأييدها في الأسابيع الأخيرة لحل مستدام. قولي لكم اليوم هو ما يلي: ساعدونا على التوصل لهذا الحل، ساعدونا لمنع انتشار حرب ستبعد أفاق حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها. أعضاء المجلس الموقرين، نحن أمام مفترق طرق، أمامنا سبيلان والاختلاف بينهما شاسع. أحدهما السبيل الذي تقترح حماس، ونحن لا نريده، سبيل القتل والدمار والمعاناة والظلمات. والسبيل الثاني هو سبيل سلام أكبر واستقرار أكبر وفرص أكثر وتطبيع وتكامل، سبيل يمكن شعوب المنطقة من العيش والعمل والعبادة والتعايش في ظل إعمال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره. ليس هناك من نصر أكبر لحماس سوى أن نسلك طريق الدمار الذي تقدمه لنا. لن نترك حماس تختار بالنيابة عنا. نحن مستعدون للعمل مع أي كان لإعداد مستقبل أكثر أمنا وسلما، هذا السلام الذي تتوق له الشعوب وتستحقه. شكرا.